الطلاب بينسوا الأشياء اللي تعلموها بعد الامتحان بفترة قصيرة، وهالشي بيرجع لطرق التعليم التقليدية والروتينية المعتمدة. بس كيف إذا خبرتكن إنه صار ممكن نعتمد على فهم المبادئ والأفكار العلمية بأسلوب بسيط وممتع؟ نحن بفريق شاطر طورنا الأسلوب واعتمدنا على دراسات حديثة لننتج محتوى علمي متكامل بيساعد الطالب إنه يفهم الدرس بشكل سلس ويعرف هيدي المعلومات يلي عم بتلقيها كيف يستفيد منها بحياته العملية. اعتمدنا بشاطر على نخبة من الاختصاصيين بالمجال التربوي لنعرض دروسنا بأساليب تفاعلية بتحفز الذاكرة من خلال توضيح الأفكار العلمية بشكل مبسط بأمثلة من حياتنا اليومية. من اليوم ورايح ما في شي رح يصعب عليكن وما رح تنسوا أي معلومة مرقت معكن. ما تفوتوا الفرصة وفوتوا هلأ استفيدوا من فيديوهاتنا العلمية وشاركوها مع زملائكن ليستفيد من شاطر أكبر عدد ممكن من الطلاب. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على شاطر تشانل المجانية وتكبسوا على زر الجرس ليصلكن كل شي جديد.